تاكي في عنده رأيك شخصيا يعني. علاش؟ ما ممكن يجي ما نعرفش يعني، ما عنديش كلمة نقول علاش. دونك هو واصل أسفوار يعني كما قلت لك يعني، اسكو فما حاجة شخصية ولات، لكن النادي الأفريقي ردت يعني. يعني ما نجمش نجاوب، عندي حق نجاوب حق الرد وحدي، ما زلت ما جاوبتش، لكن نجم نجاوب حتى من هنا. أنا عندي جواب في الشروق باش نعاود نعمله، لكن استنيت يعني أنه النادي الأفريقي تجاوب، وجاوبت يعني مازال ما بتش، وبعثت لك حتى يعني حق الرد يعني لي ديبوزي أوفيسيالمون من النادي الأفريقي، اللي الحوار اللي عمله مع شخص يدعى نزار الشعري يعني، حتى روح وهو رئيس فرع ويتحاور ويحكي على رايه. مش هو رئيس فرع نزار الشعري يعني، من وقتاش فما رئيس فرع اسمه نزار شعري في الكلوب؟ يعني نزار شعري راهو جاي عمل هاون الرئيس في فتره معينه في وقت البطوله العربيه، ما حضرش كهو ديليجي في البطوله العربيه، معناها كان يعني حضر حتى في ريونيو تكنيك معناها. سافوار شكون وكله؟ وكله بن سيفه يعني. انت يعني عندنا باج نادي الافريقي، عندنا رئيس النادي وكله ولا بصفة شنو يعني؟ فمش حتى حاجة رسمية يعني. رئيس النادي جاء في وقت من الأوقات بعث معاه فلوس للجوارات، هذا هو يعني. هذا أبرز أكثر دليل لأنه الظاهر ما دام هو جاب فلوس للجوارات، ما دام يحكي بصفة رئيس فرع، ما باش بصفة شنو يحكي؟ جابها يعني كمدرب يعني، قلت له ما نتعاملش معاك يعني، ما تمثل شيء. علاش؟ خاطر موش رئيس، رئيس الفرع فتحت وجاني وانسحب، وجاء قبل يعني حمد المساوي وانسحب. مي كيما كان فما واحد اخر قبل يعني، مش صفة صاحب الرئيس يولي يجي يتصرف في فرع كامل. يبالكش يعينوا رئيس؟ لا ما عينوش تعيين، فما يظل فما باج اوفيسيال يعينوا بها يعني. والرئيس بيدو بعث رد يعني، بعث لك اللي رد من النادي الافريقي اوفيسيال، اني الراجل هذاك اي حاجه يقولها تخصه، وديجا نجي نعمل به قضيه هو ومنير الزوابي الزوز. فما رد من النادي الافريقي اي حاجه يقولها نزار الشعري تخصه هو؟ اي انا بعثت لك الرد من النادي الافريقي اللي هو ماهوش رئيس فرع، واي كلام يقوله وراه يخصه، يظل من النادي الافريقي هذا بما صفه يعطيه عبد السلام اليونسي اذا كان هكا الفلوس. يظل ما قالكش عبد السلام اليونسي اللي هو عينه بما صفه يعطيه فلوس، معناها قلت لي انت خلصكم جاب لكم فلوس بصفه اللي هو صاحبه، مش عارف شنو. انت علاش ما يتعدش كلام بينك وبينه يعني؟ ما يعني شيء هو معناها لا كي يدخل في دخل في الباسكيت وجوارة الباسكيت تردو، ودخل في الهوند وين يصار لي كروشاج معاها يعني، قلت له ما عادش تجي البطولة العربية يعني، ولا هو يعني يكلم في الجوارات ويعمل في نميمة بين الجوارات ويجي يعطي فلوس للجوارات وما يعطيش للآخرين في وسط البطولة العربية، ولا هو خلق مشاكل. قلت له من فضلك ما عادش يعني تتدخل في امور النادي الافريقي، كان ثم وراني وين الرئيس يعني. حتى مره اوفيسيال ماما قال لي تعامل معك رئيس، قال لي راهو فما فلان يجيب فلوس للجوارات وكاو، باش اني نبعد على يعني الامور هذه. ما في وقت ما وقعت يعني وحدي في الفرع اربع شهور، وحدي في الفرع يعني. جاء هو بريود النادي الافريقي ولا بتات البريود اللي جات فيهم فلوس اسكندر الزيت، طلع هو وقتها يمكن باش يعمل يمكن الرئيس حط شوي بيه هو حد باش ما نطالبوش بفلوس اسكندر الزيت يعني، هذا اللي فهمته انا. لكن يخرج في صحيفه بانه هو يقيم وبدل لونترونور ونحى جوارات وجاب انترونورات ويكلم في دي جوار وهو ما عنده حتى صفه، يظل اي صحافي يعني يحترم المهنه يتاكد من العبد هذاك اسكو هو شنو صفته بالضبط، صحيح ولا اني غلط يعني. باهي انور، اكيد انت كل حد عنده حق رد على الكلام هذا. اتصلني بين نزار الشعري ويحب يتدخل، يحب يرد عليك انور. ما ترد عليا في وقت اللي مش موجود فيه، ما نحبش يعني تنجم حتى ما تجاوبوش انا تسمع وكا. لا من فضلك اتصل له هو، راني نخرج من الململ. هو يعني تدخل وعمل برشا، هو تكلم في صحف وقصد انه هو يشواني، وقصد انه وشوه للنادي الافريقي قبل ما يشواني. ونادي الافريقي يعني فرع ولا فيه فراغ، ما وقال اللي هو كلوبيست، وهو يعني عمره ما كان كلوبيست، هو هذا يعني هو راهو سمسار عنده علاقات مع النادي الافريقي مع رئيس الجمعيه. سمسار كيف كيف؟ انا انت قاعد تتواجه له في حكايات. لا ما هو هو يقول هو سان جون دو جوار اجون، ما هو سمسار معناه جو سيبا باللغه المتداوله يعني. انور تو انت قلت عليه كلام هو حقه، راهو باش يجاوب كل شيء. هو سان جون دو جوار، هو ما يمثلش النادي الافريقي، وما ينجمش واحد من الشارع يعني يرد ولا يرد عليه. فهمت؟ قلت لك فما شخص يعني جبت الاسم، كنت جبته الاسم مي في الاخر. قلت لك النادي الافريقي صار فيها فراغ، وصار واحد اللي هو موكل من الرئيس مش موكل من الرئيس، انه هو اللي يتصرف باسم النادي الافريقي ويعمل في حوار في الشروق باسم النادي الافريقي.
وين انسحبت اليوم الخاطر فما فراغ هذا بامت انت تفضل ما تحبش تواجه معنا ليه ما عنده ما عندوش حتى صفة ما كان عيني باش نواجه وراني جاوبته في الشروق هو حق هو حق رد مكفول لي هو خاطر جبت اسمه وعنده عنده حق يجاوب قل لي ما نحبش نحكي معاه اوكي بعد انور عياد اكد لك سيني زار ناخذوك وتجاوب على انور عياد اكيد نحترم رغبته انه ما يحبش يدخل معاك في كونفرونتاسيون بعد ما يكمل انور نتصلوا بيك ان شاء الله وتعاود وناخذوك سلام راهو انا جيت لهنا باش نحكيو على اللي يمكن شنو عطيت الافريقي الوضع الكارثي نتاع الافريقي ما نجمش نرجع يعني واحد متعدي من الشارع تخلي حتى روحه رئيس فرع وبدا يتصرف الرئيس ذو اللي عندك رد اللي هو رسمي بعثته لك ولا كان فما حاجه يجاوبك الرئيس ما نجاوبوش انا عندك رسمي رد رسمي ولا من اقراها انت نجم تقراها اللي هو رد رسمي ان فلان الفلاني راهو يمثل نفسه ما نجمش حتى يعني يا انت تتصل بيه باش يجاوبني يعني نرفض انه يجاوبني ولا هو عنده رد انا عندنا يمكن قلت لك يمكن نشكي به يعني اللي هو يعني يمكن انتحال صفه جمله انت بعثت لي الى جواب صحيفه الشروق من يعني هذاك موقع من اداره النادي الافريقي هذاك سي عبد السلام اليونسي رد للشروق ديبوزي باليد نتاعي وبالفاكس اي هو مش مكتوب اسم عبد السلام اليونسي مكتوب إدارة النادي الإفريقي باش نبداو واضحين مكتوب رسالة للشخص اللي يدعى نزار الشعري اللي نصب نفسه مسؤول وأدلى بمعلومات وأخبار رسالة لهذا الواقع سواء تخص النادي أو تخص مدرب الفريق أنور عياد واضح ذولي واضح يعني ما نجمش نكملوا معاه سي نزار وهو جون دو جوار ما نجمش يكون عنده يعني سيد أي جماهير بي انا مساش اوكي انور نحبوا نعرفوا شنو سبب الخلاف معناها علاش الخلاف ما كنتش لازم تقبلوا انت معناها عنديش سيلها بي يعني عندي مهمه لاني وقتها معناها كونسنتري وحبيت ننجح الفرع وبعد الـ يعني الكلاف اللي صار ما مشاوش للجوار في قصور السيف وصارت استقالات الرئيس وكان يعني يكون مدرب ومدير الفريق بتاع اكابر يعني هذا يعني هكا علاش دخلت في اموري قلت دخلت في امور مش اموري راهو الدبلوم تاع انور عياد راهو يعني ماناجور اونترونور يعني هو وقت اللي صارت الخلافات وصار فراغ سي عبد السلام راهو قال لي استعمل يعني كل الكومبيتونس نتاعك في تسيير الاكبر وذور لي التسيير نتاعي دخلت بيه 480 مليون للفرع. انور قاعد يتصل بيا منير السويبي زاد ايضا. خلي يتصل له خلي بالنسبه لي جيتش نحكي امور يعني ما نحب يدخل حتى واحد باش تولي عركه في المباشره ولا غيره. جينا نحكيو على التسيير نتاعي. جوست نحب نوضح للعباد اللي يتصلوا بينا الكل واي واحد جبد اسمه حق رد مكفول لكن هذا نحترم رغبه انور انه ما يحبش يدخل في كونفرونتاسيون ديريكت مع اي واحد بعد اكيد ما يكمل توجيه رد نتاعي يعني في الشروق بالذات توجيه رد نتاعي خاطر يزمو حق رد مكفول باش نتصلوا به منير الزويبي وكذلك نزار الشعبي مش ما نقول يعني صحافي واحد ينصب روحه ويحكي معه ويعرف اللي هو مش رئيس يعني فما امور شخصيه يعني تجبد ولا يعمل في يعني يلمح الحاجات اللي انا نتصور صحافي يقيمني كمدرب ولا يقيم ريزلتا يعني عنده الحق يولي يحكي على امور اخرى يقول لي خرج على الخط تحكي على حكايه اسكندر زايد وين انت هندسه صفقه اسكندر زايد هذا اسكندر زايد رئيس نقابه سمسار هذوما الكل شنو يعني علاقتك بصفقه اسكندر زايد انت يعني اني اقنعت الرئيس انه من اجدر يعني كمانجر دو ليكيب سينيور وفيو اللي الوضع ما نجموش منجام في الاخر العام ما فما حتى رونتري دارجون وبستير الجرافيت ويمكن راهي ما فما حتى جوار يعني كمل العام يعني احنا كملنا بفضل انور عياد وهذا راهو يحكيهولك مسؤولين قراب ويحكيهولك الجوارات اقنعت الرئيس انه يوافق على العرض نتاع الاهلي هذا هي يعني اللي هو يعني صفقه اسكندر زيد يعني اول مره في التاريخ يتباع جوار بقيمه 400 مليون وفي وضع نحن محتاجين خلصوا لجوار موجودين باش نكملوا نلعبوا يظل هذه يعني نصيحة باهية ودخلت الفلوس وبعد ما جاتش مشيت الله أعلم وين وقعدنا في نفس المشكل وين مشيت نورمال ما ترى وتخلصت دخلت في امور الفوت ومشاكل الفوت ومفيد احنا يعني اللي جاء الفلوس اللي جات بعد يعني صفقة راي خلصنا بها سبتمبر وأكتوبر وحتى نوفمبر والمفاهمة كانت احنا نخلصوا بها من جافي لآخر العام
التسييب والجوهرات بتاع حمزه ماجد حمزه واسكندر الزايد دخلنا بهم 80 مليون. كنت تاني اشترطت وما يخرج حتى جوهر اللي ما يدخل الفريقي يعني 10 ولا 15 الف دولار مينيموم سينو راهو ملك النادي الافريقي. واني دخلت في كونفرونتاسيون مع لي جوهر وافقوا لي جوهر ودخلنا 80 مليون وافق سي عبد السلام ودخلنا 400 اخرين يعني 480 تخدم مليون. تخدم في برشا دول كاين كان قبل هنا الفراغ هذا خلاك فما فراغ يعني نجيو يعني ابسط الاشياء حتى سبونسور ساعات تتاقف الامور وما ندخلوش فلوس ومربوطه يعني المدرب راه الفورماسيون يعني نتاعنا ولا الفورماسيون في فرنسا راهو يفورم ان مانجر اونترونور يعني راهو اللي في التراه واللي احنا يمكن يقول لك تلهي بالتدريب ما تدخلش في حتى شيء راهو كان فماش بيوس باش نمشي ونتنقلوا نلعبوا ماتش تولي ما زايد ندرب وزايد نادي جوارات يعني في الاخر احنا يعني جوارات ما جاتش يعني مشاكل ماديه صحيح ولا واخر وقت اللي احنا لعبنا ديربي وزيرو اونترونمو ومشينا لعبنا في سوسة وزيرو اونترونمو وما مشيوش لقصور الصيف وكانت معنا صارت فضيحة يعني اوريزمون لي جون يزون بيان جوي وخسرنا يعني بسكور باهي لكن ما يعني كنت ناقف من وقتها وقت اللي جات فلوس اسكندر الزايد وما جاتش الاتفاق الوعد اللي عبد السلام مدهولي كنت ناقف من وقتها لكن يعني كملت وصال وصلت يعني يعني ظروفي حتى المادية راني وصلت تعبة وبعثت لسي عبد السلام وقلت له راني ما عادش نجم نصبر وقال لي كمل معايا واعمل بطولة عربية ودخلت البطولة العربية راني واني بريسك نسيل أكثر من 60 مليون وخالص شهر يعني أنت تخلص شهر وتدفع حق شهرين ما حاجات اللي هما وقتها ما سيلش أنا ورعياتي يدخل في أمور ما أنا خديته إش دخلني يعني نخلص في ترانسفير متاع جوار أنت خلصته؟ بيان سور دي ترانسفير متاع 9 ملايين قبل بنهارين ما نعرفش يلعب ولا متاع مصطفى بن فضل يعني إنه هو قبل بنهارين ما نعرفوش يلعب بيلعبش وشهرين يترينا معانا هذا في اول عام علاش انت خلصت من خاطر حتى حد ما خلص وما فماش يعني حاجه معناها سي 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 ان بلوكاج جنسبا معناها يعني توصل الوضعيه في النادي الافريقي معناها جمعيه كبيره جمعيه كبيره مدرب بيخلص معناها في الترانسفير نتاع لاعبي ترانسفير وعمليه يعني وعمليه نتاع الجوار وبرشا مصاريف اخرى يعني اوبيراسيون نتاع لاعبي وضعيه خلصتها انت اي مطيش في كلينيك وين رئيس النادي لهنا رئيس النادي في بالو بهذا الكل وكان خلصت شان يقعد مع رون جوار رجعوكش على الاقل بعد فلوسك ما رجعوا ليش فلوس لليوم هي لليوم بيان سور يعني اللي نسالوا في شهري وفي حاجات اللي خلصته من برا في وسط الكونفينمون يعني ما نحبش يعني واحد راهو مي انت لازمتني نتكلم فما دي جوار وصلوا واحدين نبعث له هذا بين الجوار زاد مش تابع خاطر النادي الافريقي انا نصدق كانوا خاطر حتى نفس الشيء تقريبا في فريق كرة القدم معناها نفس الشيء اللي صار يعني نقطة استفهام وين الهيئة نتاع النادي الافريقي معناها اذا كان المدربين يخلطوا في الملاعبية ويشوفوا لهم في باش ما ياكلوا راه النادي الافريقي معناها جمعية من عام 1920 معناها وقت اللي وصل وليت اللاعب باسمي تولي خط احمر وقت اللي واحد يجي من الشارع يولي يحكي في جريدة واحد عمل له انترفيو بزوج صفحات في الشروق ولا في الصباح وفي برشا وحيد اخرين وقتها يعني نورمال موسى هي وقت قررت لاني ننسحب يعني ضحيت بوقتي وقت صغاري بفلوسي بفلوس صغاري لكن اسمي راني تعب علي 20 سنة يعني من خط احمر على رئيس عبد السلام اليونسي والاعضاء والصحفيين وغيره يعني كي نحكيو هوندبال شنو عطيت هوندبال يعني جمعية متواضعة نحكي كافكتيف مش كاسم نادي الفريق مدعمة لانسينا فيها دي جوار صغار ملكة دي ما فيهاش دي ستار يعني حدا اللي هو محسوب ستار خرج في مي سيزون اللي هو اسكندر الزايد صحيح تعاملنا لجوار دي جوار درو معناها ريسبكتابل لكن الريزلتا سونيلم راهو كنا نعملو تيتر سنة وين نعرف شنو نحكي انك توصل يعني انك توصل يعني بطل اسيا 9 بونت وفرق ماتش كامل راهو بطل اسيا راهو الستار نتاع كيب قطر اللي واصله فيناليست الشامبيون ديالو انا اللاعبين اللي كانوا باش يجيو في البطوله العربيه نتاع ايتوال اللي هما نضال العامري واللاعب الاخر فيني شكون انا مش انا عبد الله اسامه غشام هما سبب الخلاف معناها مش سبب الخلاف من اسباب نقولوا ما انت مركز على خلاف بيني وبين شخص راه هذاك ما نحبش نحكي فيه مي هذه حاجه مثلا جبنا زوج جوارات اللي هما جاوا على خاطري وكانوا يتكلفوا النادي الافريقي تقريبا 30 الف دولار دينار اقل حاجه
يعني جاء وافقوا يعني كل واحد اخذ 7 أو 8 ملايين اللي هي إكيبات خليجية عطيتهم 10,000 دولار كل واحد. جاءوا وخذوا بالخاطر وجاءوا وقعدوا يعني قبل الماتش بنص ساعة مش خالصين. يعني ما فما حاجات راهم ما يتحكاوش يعني ما نحبوش نسيئوا النادي الافريقي. لكن هذوما فما تسيير فما فراغ. معناها الزوج ولاد هذوما راهو قبل بساعة دخلوا نزعوا لعبوا اللي ماتش الأول وقتها. كانوا مش باش يلعبوا وما ماتش ذولي ما لعبوش. كيفاش أنت بعدين طالبني حتى باش تهز اللي احنا هو الأوبجيكتيف تاع البطولة العربية راهو كانت اللي احنا الإكيب اللي احنا كوناها يلزمها تلعب دومي فينال ويلزمها تلعب فينال وكاردو فينال باش نحضروا لدومي فينال بطولة باش نحضروا لدومي فينال كاس تونس. كان جات البطولة العربية جات لكن عمره ما كان يعني هزين البطولة ومش بالشكل هذاك في آخر لحظة. اليوم فما هيئة جديدة باش تجي فماش كان تعدل على الديسيزيون خذيتها قبيليك قلت باش نبطل فماش لو كان تصير محادثات وتفاهم على شو الصحيح. لا بور لماما يعني هي قررني مش نقولوا هي حدا سميتها انت استقالها لكن اني عقدي وفاء لترونت يعني عقدي وفاء يعني صار تمديد ظهالي صار تمديد لكن فما ديما اتفاق بين المدرب والجوار والجماعية يعني فما حتى حاجة تجبرني لنقعد. لكن اني كنت باش نقعد وكنت حبيت يعني نكمل مهمتي وما نجموش احنا كنت نجم ما ندخلش بطولة عربية ودخلت كنت نجم ما نبدأش توا وبديت وقعدت واحد قدام سالة مع جواريتي في الاخ لكن توا باش يولي اسمي واني قلت اسمي يعني خط احمر. واذا كان ندخل هنا على ديربي واحنا عاملين يعني جمعه انترنمو ولي جوار زون باون في باش يلعبوا حدا يخلصوا مسؤولين ما عبروش ولا ما جابوش فلوس جوارات ما نجمش تحملها العبد ولله يعني واضح. يعني انسحبت وعندي يعني عندي برشا تضحيات عملتها واموري خاصه عندي مشاريع عندي حاجات فهمت وما نجمش نحطه يعني كارياري هي ولا في الدوت ولا في حاجه اخرى. باهي انور منيرة والزويب تقلق من كلمه موكلين برامو تقلق على روحه هو يعني كيعمل لك 6 ارتيكلوات ديما انور عيد موجود اي ما اما تهم كما هكا انور يمس حتى من صحافي من فضل لو كان تسحبها الكلمه من فضل لو كان تسحبها انور الكلمه ممكن على خاطرك اوكي لكنني فما يعني نبعث لك ليزارتيكل وفما حاجات ما عندوش حق يعني ما عندوش حق يجبد اسم انا ورعيتي في امور اخرى باش يكون معنا ومتحبش تواجد تقول له ما عندكش حق تناقش حتى نحكي امور يعني عندي حق الرد في الشروق وحق الرد على فريقي لتوا ما خرج يظل اللي عنده حق الكلوب كي تبعث حق رد بالفاكس ولا حتى اون لا ديبوزي يلزمه يخرج باهي ما تحبش تسمع شنو باش يقول معناها لا من لا نرفض انه يدخل معايا اي واحد حب تستدعيه استدعاه لكن هو عنده تو 3 شهور ولا 5 شهور عمل 5 ارتيكل في مانو رايت يعني ولات امور شخصيه وكان عيني باش نرد عليه راني رديت عليه ولا راني كلمته اني نترفع اني ننزل المستوى اني نقول له شبيك كتبت هو قلت له يعني جات ديسكوسيون بينه وبينه قلت له اكتب تحب ك تقيم مدرب تقيم نادي الافريقي تقيم فهمت واضح انا لكن باش ندخل في امور اخرى ما نحبش ندخل في امور شخصيه صح لكن جاي بالي سؤال انا سمعت ايمن التومي في فهم شنو سبب الخلاف بيناتكم انت وايمن انور فر عاد رجعني انت ما عنديش واحد يخدم مساعد مدرب في المنتخب يصيروا دي ليست يصيروا جوارات تدخل جوارات تخرج ما عندي حد امور شخصيه يعني ما ضده كان عنده خلاف مع جوار هو حب يدخل لكن ديما انور عياد راه عنده قرارات شجاعه اللي هو يواجه اللي ما يحبش نتخبى ما نحبش نفيتي هكا ونجي كونتور لي بروبليم اني جو سوي كالكان اللي نجو ريسبكت الوظيفه اللي نخدمها ولا الوضعيه اللي فيها سواء في كمساعد مدرب في المنتخب ولا كمدرب في النادي الافريقي اني راني سنا فما برشا عباد مقربين للنادي الافريقي عملت لي مشاكل مقربه واضح من غير ما نجبد الاسامي لا تولي حق الرد وغيره لكن صارت لي مشاكل من مقربين لكن اني جي معناها لمصلحه النادي الافريقي مصلحه المنتخب يلزمني نكون موجود وناخذ قرارات اللازمه بالطبيعه شو يقولوا عنده مشكل مع نور تجاوزنا الوقت انا في كلمه خليك الجمهور النادي الافريقي جمهور النادي الافريقي نحب نشكرهم لازمهم يعرفوا يعني
يعني زي ما يعرفوا اللي وضعية اللي أنا عشتها وضعية كبيرة، اللي أنا عملت يعني أكثر من جهدي، واللي عملته سنارة ما عملوش يعني يمكن حتى أولاد الجمعية يعني نحكي كمدربين اللي تعديوا. وأنا عمري ما نشكي بالنادي الأفريقي، نجم نشكي بأشخاص، نجم نشكي بعبيد اللي هما جابوني النادي الأفريقي زون باريسبكتي للوعود اللي وعدوني بها، لكن النادي الأفريقي ما نفش نشكي بها كما شكاو بها مدربين اللي هم أولاد النادي الأفريقي. كي جيت نعرف روحي لشنو قادم، ونعرف روحي في الأخر نجم يسبوني عبيد والنجم نعادي عبيد. لكن أنا النهار الأول مع النادي مع عبد السلام اليونسي في بيرو قلت له راهوك نهار تجي أنت ضد النادي الأفريقي راني نجي ضدك، راني سنة ما صححتش معاك، راني صححت مع النادي الأفريقي، وهذه من خصال أنور عياد يعني واضح. يمكن تكون مساهو أنور عياد خاطر مدرب يحتمل أن يكون شوية هكا بوليتيك وشوية منها، لا أنور عياد كي يدخل يضرب على المصلحة لآخر لحظة. ندعو يعني جماهير نادي الأفريقي أن تكون تقعد مع نادي الأفريقي لآخر لحظة، والأفريقي يعني محتاجة للجماهير، وما جيتش لهنا راني ما عندي حتى مزية عن النادي الأفريقي. ونهار صحت النادي الأفريقي قلت راه رد جميل على خاطر تكرمت في النادي الأفريقي وآخر ماتش لعبته في النادي الأفريقي وتكرمت وتوجت مع النادي الأفريقي وتوجت يعني بالربعية تاريخية موجود في النادي الأفريقي وتهزيت على الكتاف وتكرمت في ماتش كوب فينال في رادس مع النادي الأفريقي واللي عملته الكل راه مش مزي باش ما نخلطوش وما نغلطوش لعبي. أعطيك صح، شكرا لك كان العيد مرحبا بك ان شاء الله في مناسبات اخرى تكون معنا ضيف ان شاء الله. بي بي سي نيوز وشونز وبعد مواصلين.